ساعدها في سهولة البيض، بمعنى أصح الناس اللي بتشتكي إن النواتي عندها البيضة بتتحشر فيها ومش بتبقى عارفة تبيضها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وأحسن حال. يوم جديد من عند الحمام، والنهاردة إن شاء الله جايبه لكم مكون مهم جدا جدا جدا، مهم إن احنا نحطه في فصل الشتاء. طبعا كلنا داخلين دلوقتي على فصل الشتاء، ربنا يا رب يجعله موسم خير إن شاء الله على الجميع، ويرزق الجميع يا رب، يوسع على الناس كلها إن شاء الله. داخلين على موسم الشتاء، داخلين على موسم الإنتاج، موسم الفرخ. زي ما قلت لكم قبل كده مرارا وتكرارا، لازم نهتم بالحاجات اللي احنا بنعملها للحمام، من فيتامينات لاملاح معدنيه لتحديق للكلفه المتوازنه، الكلفه المظبوطه، للحاجات البذور، السمسم، الحلبه، حبه البركه. في مكون مهم النهارده هقول لكم عليه بجد، مهم ان احنا برضو نحطه في الفتره دي، للفوائد الكتير قوي 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 اللي فيه، بجد من الحاجات الممتازه، وجربوه او اعتمدوه عندكم وان شاء الله هتحسوا بفرق كبير قوي في الحمام. الصراحه انا بقالي فتره مش لاقياه عندي هنا في البلد، لحد ما لقيته بجد ما صدقت كده ولقيته، لان جات لي عليه اسئله كتير وناس سالتني وقالت لي احنا عايزين نشوفه ووريه لنا، لان كنت بتكلم عليه في الفيديوهات، فقالوا لنا وريه لنا عملي واشرح لنا هو بيعمل ايه بالظبط للحمام. برغم ان انا عملت عنه فيديو قبل كده، بس عناية ليكم عملت فيديو مخصوص اول ما لقيته الصراحه، جبته على طول وقلت برده لان هو مهم طبعا فصل الشتاء، طب احط منه للحمام باستمرار ان شاء الله الفتره اللي جايه. قبل ما نبدا كده، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الاولين والاخرين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الى يوم الدين. نسمي الله وندخل على الفيديو. ده ايه يا جماعه؟ ده القرطم. ايوه القرطم، او الشوك الابيض، او الزعفران الكذاب، زي ما ناس كتير طبعا بتسميه. كل دي اسامي للقرطم، عشان انا عارفه ان اخواتي في الدول العربيه هيقولوا لي يعني ايه القرطم او اسمه ايه عندنا، فشوفوا بقى ممكن يبقى اسمه عندكم الزعفران الكذاب عشان هو يشبه الزعفران، او ممكن يكون اسمه الشوك الابيض. تمام كده، طبعا بحطه اهو بالطريقه دي للحمام، الحمام يبقى جعان اهم حاجه، ان الحمام فعلا بقاله فتره ما اكلش القرطم، فهو مش واخد على طعمه، بتحسوا ان هو طعمه فيه مروريه كده، بس على فكره المروريه دي مفيده جدا جدا جدا، بتقتل الديدان المعويه اللي بتبقى عند الحمام في الامعاء، في امعاء الحمام، فمهمه جدا جدا المروريه دي، ما تخافوش منها، هو مع الوقت هيحب طعمه وهياكله، وكمان هيسأل عليه باستمرار، يعني باستمرار لما هتحطوه للقرطم، لما هتحطوه للحمام، الحمام هيحب طعمه. طيب ايه الفوائد اللي في القرطم مخليكي عمال تعيدي وتزيدي وبتقولي مهم جدا جدا في فصل الشتاء وعايزانا نجيبه ونحطه طول فصل الشتاء؟ القرطم يا جماعه فيه نسبه عاليه جدا جدا من الاوميجا 3، البروتينات والدهون اللي بيستفاد منها جسم الحمام، خصوصا في فصل الشتاء وقت البرد الشديد، وقت البروده عامه يعني. تمام كده، القشره بتاعه القرطم دي بتساعد على تخشين المعده وهضم الطعام، بروتين للحمام وبيساعد على النمو. كمان القرطم مهم جدا للنواتي، علشان بيساعدها، بيخليها يعني ايه بتبيض بسهولة، بيساعدها في سهولة البيض، بمعنى اصح الناس اللي بتشتكي ان النواتي عندها البيضة بتتحشر فيها ومش بتبقى عارفة تبيضها، مهم جدا جدا ان هم بجد يحطوا القرطم للحمام عندهم. تمام كده، الزيت اللي بيبقى في القرطم بيساعد في تقوية الريش وبيخليه لامع وجميل. كمان القلب بتاع القرطم زي ما قلت لكم ان هو فيه مراره خفيفه كده، انتم عارفين طبعا، للناس اللي هي عارفه القرطم، ان القرطم بيبقى فيه طعمه كده زي مراره خفيفه، المراره دي اللي بتبقى في قلب القرطم دي بتقتل الديدان المعويه. شوفوا بقى الفوائد اللي في القرطم قد ايه. لا مش كده بس، كمان فيه فيتامين اي، وقلت لكم ان هو فيه الاوميجا 3، منشط للكبد، مقوي لجهاز المناعه، منشط للطيور، مضاد للتشحم. السؤال اللي اتكرر كتير لما اتكلمت عن الذره البيضاء وعن الحاجات اللي عن العلف وعن الحاجات اللي بتعمل دهون للحمام، وعن الاكل اللي هو بيبقى مش متوازن، بمعنى اصح اللي احنا بنضر بيه الحمام بدل ما بنفيده، وبنخلي النواتي بتتكدس دهون كده على المبايض وما بتعرفش تبيض. فيديو ده
ليكم الناس اللي كانت بتاكل اكل غلط وبتقولي طيب احنا دلوقتي نعمل ايه، لان في ناس فعلا عندها النواتي ما بتبيضش بسبب الدهون اللي بتبقى متكدسه على المبايض. حطوا برضو للحمام عندكم قرطم، القرطم من الحاجات اللي هي مضاده للتشحم، الحاجات اللي من الحاجات اللي بتخلي بتسيح الدهون بمعنى اصح في الجسم، فمهم جدا ان احنا نحط لهم القرطم. مفيد في علاج الاسهال، مطهر للمعده وللامعاء، مقوي للنظر، مسخن ومدفي للطيور عامه وللحمام خاصة في فصل الشتاء. تمام كده؟ طيب نيجي بقى للكمية، هنحط منه قد ايه؟ هنحط شوية كده على قد ما الطيور يعني تحب طعمه وتاكل منه زي ما انتم شفتوني كده. مهم ان احنا نحطه ايه على جوع، بحيث ان احنا نعود طيورنا على اكل القرطم علشان ياكلوه. هو في الاول نتأكد ان هو ان هم كلوه كله، وبعد كده بنحط لهم الوجبة عادي زي ما شفتوني كده ايه بعمل بالظبط. تمام كده؟ طيب بنحطه كم مرة في الاسبوع؟ بنحطه مرة واحدة بس في الاسبوع. خلاص؟ طيب ده كان الفيديو بتاع النهاردة، أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو وطلعتوا منه ولو بمعلومة بسيطة، ولو استفدتم طبعا من الفيديو يا ريت ما تنسونيش من اللايك، ولو مش مشتركين عندي طبعا يشرفني اشتراككم، انزلوا تحت على الزرار الأحمر اللي هو أسفل الفيديو مكتوب عليه كلمة اشتراك أو سبسكرايب بالأحمر، وفعلوا الجرس، وفعلوا أول جرس اللي هو جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.